الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. سيداتي سادتي، أشكركم جميعا لتلبيتكم دعوتنا إياكم لمشاركتي في هذا المؤتمر الصحفي. كما تعلمون تستضيف بلادنا هذه السنة التمرين فلينت لوك 2013، والذي سيجرى في ولايات الحوضين والعصابة لمدة 3 أسابيع. فلينت لوك هو تمرين عسكري متعدد الجنسيات، أنشئ بمبادرة أمريكية في بداية الألفية الجارية، والهدف منه أساسا هو الرفع من القدرات العملياتية للقوات المشاركة في مجال مواجهة التهديدات اللانمطية، ويجرى سنويا بصفة دورية على أراضي إحدى دول المنطقة. وبما أن الجيش الوطني يقوم منذ سنوات بمواجهة مجموعات إرهابية وشبكات عابرة للحدود تمارس مختلف أنواع التهريب، فمن الطبيعي أن يشارك بصفة منتظمة في هذا التمرين سعيا وراء تحسينه الدائم لمنظومته الدفاعية. إذا قررت بلادنا في نوفمبر 2011 أن تنظمه لسنة 2013. ومنذ استلامها لهذا الملف، اتخذت السلطات الوطنية كافة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لوضع الصيغة والشكل العام للتمرين، وكذلك الترتيبات الأمنية المرتبطة به، حيث احتضنت العاصمة نواكشوط 3 ندوات ما بين الشهر مايو ودجنبر 2012، مكنت من وضع مجسم لهذا التمرين مع مختلف مراحله التمهيدية. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان إقامة لائقة وخلق ظروف مناورة مناسبة للوحدات المشاركة. وفي هذا المجال لا يسعني إلا أن أشيد بالجاهزية الدائمة لشركائنا على طول المسار التحضيري، وخاصة زميلي وصديقي كولونيل بريستون قائد أركان العمليات الخاصة بأفريقيا. إن نسخة التمرين لسنة 2013 تعتبر الأهم من حيث المشاركة والإعداد على المستوى العمليات، حيث يشارك ولأول مرة مدربون ووحدات من 20 دولة عربية إفريقية وغربية، كما سيتم ولأول مرة تطبيق مختلف مراحل التمرين من تصوره ودراسته إلى سيره وتنفيذه، بالإضافة إلى كون التمرين هذه السنة يجمع ما بين عمليات تنفذها وحدات محمولة جوا ومناورات برية. إن انعكاسات هذا التمرين ستكون في غاية الأهمية من حيث التجربة والتكوين ودعم القدرات العملياتية لقواتنا المسلحة في وسط متعدد الجنسيات لمواجهة تهديدات تتحول وتنتشر باستمرار. وبعد رفع تحدي التنظيم غايتنا اليوم هي الوصول إلى الأهداف المرسومة، والتي هي رهان على مصداقية جيشنا وتقدرون حتما الأهمية التي توليها الأركان الوطنية لهذا التمرين، والذي يعتمد نجاحه على مشاركة وجهود الجميع.